أهلا بكم من جديد. تزامنا مع اليوم العالمي للسكان، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وصول عدد المصريين إلى نحو 98 مليون نسمة داخل مصر فقط. وفيما ترى بعض الجهات الحكومية أن الزيادة السكانية مشكلة يجب التخلص منها من خلال حملات الحد من الإنجاب، يرى خبراء آخرون أن الزيادة السكانية ثروة قومية يجب الاستفادة منها، خاصة أن المجتمع المصري مجتمع شاب وتشكل الفئة العمرية لمن دون سن 15 نحو ثلث السكان. نتابع النقاش بعد تقرير التالي. عبر خدمة سكايب انضم إلينا الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة سابقا، وأيضا معنا عبر الأقمار الصناعية عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي. خلينا نبدأ معك أستاذ عبد الحافظ حوالين السؤال الدائم والذي يعني يطرح طوال الوقت، هل الزيادة السكانية، هل زيادة عدد السكان والقوى البشرية، هل هي نعمة أم نقمة؟ هل في الحالة المصرية تحديدا، لكي نكون يعني أكثر تحديدا ووضوحا، هل في الحالة المصرية بالإمكانيات المصرية وبالموارد المصرية هل هي جيدة، شيء جيد وقيمة مضافة للاقتصاد أم عبء عليه؟ هو طبعا هذا السؤال مطروح كما ذكرت في بداية الحلقة منذ عقود، لكن الدراسات الأكاديمية الجادة التي انطلقت في بداية الثمانينات من القرن العشرين، عندنا دراسة مرجعية للدكتور إبراهيم العيسوي بعنوان انفجار سكاني أم أزمة تنمية، وفي الثمانينات كان الوضع الاقتصادي المصري أكثر صعوبة من الآن، ومع ذلك أثبت الدكتور إبراهيم أن الأزمة في مصر هي أزمة تنمية. وهذه هي الحقيقة، لأن كل الحكومات التي تعاقبت في مصر علقت فشلها في تحقيق مشروع التنمية على الزيادة السكانية، في حين أن موارد مصر متجددة ومستمرة على مدار السنوات الماضية، ولكن هي الأزمة أزمة إدارة اقتصادية. فعلى سبيل المثال، مثلا ثورة المعلومات والاتصالات التي حدثت الآن، التجارة الإلكترونية الموجودة الآن وحجم فرص العمل التي أتاحتها ووفرت تكاليف الانتقال، وفرت فرص عمل لم تكن موجودة من قبل، ولكن هي العبرة أن باقي المثلث المكمل. خلينا ناخد الجزء الثاني، توافر أو تقدم التكنولوجيا إلى هذا الحد بالعكس خصم من الناس اللي بتشتغل كتير من الأعمال اليدوية، وبقية الأعمال بقت بتدار إلكترونيا، والتقدم الإلكتروني والتقدم التكنولوجي خلى الناس تستغنى عن الوظائف الحقيقية وتستبدلها بالروبوت. لا معلش، عارف أنا آسف جدا لحضرتك،
مصر لم تصل بعد إلى هذا المستوى من استخدام التكنولوجيا. أنا أقصد أن عبر مثلا تليفون الموبايل لم أكن في حاجة لأنتقل من القرية إلى المدينة أو من محافظة لمحافظة لأسلم خطاب أو لأقدم لطلب وظيفة أو لأنقل بضاعة ما. كل هذا يتم الآن عبر الإيميل وعبر الموبايل بشكل كبير جدا. فنحن طبعا البلاد التي خدت تجارب مماثلة لمصر مثلا في دول جنوب شرق آسيا ركزت في خطة التنمية التابعة لها بالتركيز على المشروعات ذات كثافة العمالية العالية زي مشروعات النسيج، زي مشروعات التجميع سواء في السيارات أو في السلع الكهربائية، وابتعدت عن المشروعات الريعية أو المضاربات في البورصات وفي العقارات وفي أسواق الأسهم. وللأسف الشديد التجربة المصرية سيئة ومليئة بهذه الصور السلبية التي أهدرت كثير من الموارد المالية التي تدفقت على مصر سواء من عوائد العاملين في الخارج، عوائد قناة السويس، المنح والمساعدات، القروض المحلية والأجنبية، بدل أن توجه إلى مشروعات التنمية تم إنفاقها في العجز في الموازنة العامة للدولة، ولم يكن من خطة الدولة وجود خطة تنموية تتعامل مع مشكلة السكان كما حدث مثلا في دول جنوب شرق آسيا من حيث ارتفاع مستوى التعليم الأفراد وخلق اليد العاملة في السوق المصري. فنحن إلى الآن في السوق المصرية نفتقد إلى الربط بين مخرجات مؤسسة التعليم واحتياجات سوق العمل. لذلك مهما كان خريج الجامعة المصرية أو خريج المدارس الفنية إنما يفتح بعمل عبد الحافظ لابد أن يخضع لدورة تدريبية، لأنه ده سؤال مهم، سؤال التنمية، مين اللي يقود التنمية ومين المسؤول، هل الدولة ولا القطاع الخاص، والدولة لو هتعمل هتوفر إمكانيات منين؟ هرجع لك بهذا السؤال، لكن خلينا نروح بقى للدكتور مصطفى جاويش. برحب بيك مرة تانية يا دكتور. احنا شايفين طبعا في الفترة اللي فاتت حملات مكثفة عادت، يعني بعد توقف شوية عادت الحملات بتاعت وزارة الصحة اللي بتقول للناس ما تخلفوش وانه اتنين كفاية وانكم يعني انه زيادة عدد الابناء ممكن يكون معطل ومش في صالح الاسرة. هذه الحملات زي ما قلنا كانت موجودة في فترة وانقطعت فترة ثم عادت، الى اي مدى بحكم خبرة حضرتك بتكون مؤثرة فعلا، بتقنع الناس فعلا خصوصا في الصعيد وفي الارياف؟ السلام عليكم. الحقيقه فكره الحملات لتنظيم الاسره دي يعني دي احنا بنمر بيها في الدوله من فتره طويله، يمكن كان من اسباب الزياده السكانيه الملحوظه في الفتره الاخيره هو توقف الحملات الاعلاميه او الحملات السكانيه داخل المجتمع المصري في الفتره الاخيره. الجزئيه الثانيه الحقيقه في موضوع الحملات السكانيه هي الخطاب الاعلامي او نكلم الناس نقول لهم ايه. معروف المجتمع المصري له تقاليده وله عاداته وله قيمه الدينيه والمجتمعيه الخاصه به، فهنا لازم يكون بنتكلم الناس بطريقه يفهموها وطريقه يقتنعوا بيها. حتى حضرتك مثال بسيط جدا، احنا عندنا بدا الكلام على تنظيم الاسره كان في الستينيات سنه 65 تحديدا بالهيئه العليا لتنظيم الاسره، لكن كان الكلام كله على تحديد النسل، كان بيقولوا معي طفلين كفايه وطفل كفايه وما تخلفوش. الحقيقه تصدم مع القيم والتقاليد المجتمعيه المصريه دينيه واخلاقيه وسلوكيه بصوره عامه. الحقيقه في بدايه السبعينيات كان في كلام ثاني قالوا ان نعمل تنميه اقتصادية اجتماعية اللي هو نعمل الموضوع اللي هو نزود دخل الأسرة من الأسر المنتجة ايضا، بس اللي صدم به الفساد. الحقيقه في فتره التسعينيات كان عندنا تجارب رائده لما انتقلنا من الكلام من تنظيم الاسره الى موضوع الصحه الانجابيه، اصبح عندنا الخطاب السكاني خطاب ملائم لظروف المجتمع، وده احدث طفره الحقيقه في النشاط السكاني داخل المجتمع، بدليل ان كان عندنا سنه 86 لما عملوا المجلس القومي للسكان كان معدل المواليد في مصر 35 في الالف، أصبح حاليا 26,000. يعني إذا الجهود السكانية نجحت طول الفترة اللي فاتت، لكن الجزئية الثانية لما رجعنا في الفترة الأخيرة نلاقي السيسي بيتكلم مع الشيخ الأزهر بيقول له كفاية اثنين يا شيخ الأزهر، حلال حلال، قال له حلال حلال، هنا رجع الكلام ثاني لفكرة تحديد الناس. الحق هنا هيصطدم ثاني القيم المجتمعية، يعني القيم المجتمعية في مصر لها طبيعة خاصة طبعا. هنا الحد طب السكان عايزين نتكلم فيه. هنا في جزئيه ثانيه مهمه جدا حضرتك لازم اشير لها هنا في النقطه دي، ان جزئيه هل السكان نعمه ام نقمه، تفضل بقى الاستاذ عبد الحافظ. ايوه يا فندم عبد الحافظ. طبعا الحق سنه 74 في مؤتمر السكان العالمي في بوخارست كان الاتفاق العام ان السكان مشكله. بعدها ب 10 سنين
سنة 84 في مؤتمر المكسيك للسكاني، قالوا لا ده السكان دي عبارة عن قيمة مضافة ودول أساس التنمية الاقتصادية، هم السكان أو القيمة البشرية. الحقيقة الفكرة دي السيسي أشار لها بنفسه لما كان في الصين في مجموعة الأكم اللي كانت في الصين من سنتين، لما قال مجموعة البريكس اللي كانت في الصين من سنتين، لما قال أنا بشكر التجربة البرازيلية لأنها تمت بالإيكولوجي والتنمية الإنسانية البشرية مع البيئة مع المجتمع مع الرفاه الإنسانية. الفكرة يا فندم تمام يا الفكرة دكتور، اللي هي هرجع لحضرتك مرة تانية، لكن بما اننا بنتكلم عن السكان فاكيد رأي الناس بقى هو المهم. طبعا الكلام النظري كله سواء الاقتصادي او الصحي كل ده مهم، لكن في النهاية اللي هيطبق هو الناس. تعالوا نشوف الناس شايفة ايه او شايفة موضوع الزيادة السكانية ازاي. انا رأيي ان الاتنين كفاية يبقى ده صح جدا، خصوصا ان احنا التعداد السكاني بيبقى فيه ضغط في مناطق لا او كده. يعني مثلا الشعب المصري تعداده 100 مليون، كتر السكان وكتر الناس وكدهوت ممكن يعمل زحمه في الشوارع وكدهوت. وخصوصا يعني انا عارف ان الانجاب ده رزق وكدهوت وكل حاجه، بس ربنا رزقك باتنين اكتر من كدهوت هيبقى ضغط كدهوت. الفكره في المصاريف على الاهل والمسؤوليات والمدارس وبقيه الجامعات كدهوت. وانا معاها طبعا لان ظروف المعيشه بقت صعبه دلوقتي في ظل الغلاء اللي احنا فيه، والمرتبات ما بقتش قد كده، مش موازنه مع الغلاء. بس برضو ارجع واقول دي حاجه بتاعت ربنا ما لناش قد فيها. ممكن مثلا تيجي تخلي في دول كفايه يجي لك التالت، حاجه بتاعت ربنا يعني. بس انا معاها مش ضدها. احلى حمله، هم اتنين كفايه. انا نفسي عن شخصيا جاب واد وبنت وقلت الحمد لله على كده وربنا يبارك، بس نحسن تربيتهم ويطلعوا ذريه صالحه. والله حمله اتنين كفايه هي كويسه بالنسبه لايه للدوله ان هي بتقول كده، بس هو الرسول قال ايه؟ تناثروا تكاثروا فاني مباهي بكم الامم. فالله اعلم بقى، نشوف بقى هم عايزين يعملوا ايه. اعتقد الموضوع منفصل تماما، العشوائيات سببها الفقر الجهل حاجات كتير ممكن نتكلم فيها، ما لهاش علاقه تماما بموضوع الانجاب. لما انت تحدد الناس فدي معناها ان هي حاجه كويسه، على الاقل ان انت تلاقي فرص عمل، تلاقي اللي توفر للناس بدل الزياده السكانيه اللي هي على الفاضي، ما تبقاش فيها اي لازمه، مش هتعرف انت تصرف عليهم ولا عارف تعمل اي حاجه، انت مش عارف اصلا تحتويهم زياده اوفر لود. آراء متباينة، ناس معه وناس ضده، ولاحظوا إن إحنا بنتكلم في قلب القاهرة، ما بالك بقى بالوضع في الأرياف أو في الصعيد أو في القرى ممكن يكون عامل إزاي. هرجع لك مرة تانية أستاذ عبد الحافظ، يعني زي ما كنت بسأل حضرتك قبل ما أنتقل للدكتور مصطفى، التنمية الناس يعني أو حتى المسؤولين في الدولة بيقولوا إنه أسهل حاجة إنك تقعد تتكلم نظري، لكن في النهاية طيب مين اللي هيعمل التنمية؟ هل الدولة فبالتالي تتدخل هي في الإنتاج وتتدخل هي إن هي تعمل مصانع وإن هي تعمل خدمات فيقال إن الدولة هي اللي بتحتكر، ولا نسيب ده للقطاع الخاص؟ وإحنا عارفين إن القطاع الخاص أكيد مش هيحب يستثمر في التنمية، عايز يستثمر في حاجة تجيب له مكسب سريع. لا، هي أدبيات التنمية وفرت لنا إجابة شبه متفق عليها من قبل الاقتصاديين، أن هناك ما يسمى بمثلث التنمية أو شركاء التنمية. شركاء التنمية هي الحكومات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني أو الأهلي. الثلاث مكونات دول هم اللي بيقودوا عملية التنمية. لكن في دولة بيتسم نظامها بالديكتاتورية وخاصة بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، نلاحظ أن هناك غياب كامل لمجتمع الأعمال عن المشاركة في صنع واتخاذ القرار، وكذلك المجتمع المدني. فأنت عند حضرتك مثلا المجالس الشعبية المحلية التي من المفترض أن تشارك في إعداد الخطة العامة والموازنة للدولة على سبيل المثال مغيبة لقرابة 10 سنوات. مجلس النواب الموجود الآن شبه أضحوكة فيما يمارس عمليات الرقابة على الدولة ومقدراتها. فبالتالي عملية قيادة التنمية وإن كانت السلطة التنفيذية لها طبعا والدستور نظمها في مسألة إعداد الخطة والموازنة ثم اعتمادها ثم تنفيذها ثم مراجعتها، لكن التجارب الناجحة بتقول أن التخطيط الناجح للتنمية يبدأ من أسفل إلى أعلى، لأنه بيحدد بشكل قوي احتياجات المجتمع والأفراد بيتحملوا مسؤوليتهم لأنهم شاركوا. فبالتالي هؤلاء الأفراد سواء كانوا في المجتمع المدني أو في مجتمع الأعمال اللي بيدفع ضرائب وبيشوف خدمات مقابلة للضرائب اللي بيدفعها،
أو في المسؤول الحكومي اللي المفترض أنه بيتسم بالشفافية والنزاهة، لأن القضية حضرتك ما هياش بس الثروة البشرية أو الموارد البشرية. أنا عندي عنصرين مهمين جدا، معلش اديني لحظة. طب سريعا بس لحظة حضرتك، معلش سريعا. أنا عندي الموارد الاقتصادية والموارد المالية، فمهما ضغطت على الموارد البشرية وأهملت في الموارد الاقتصادية والمالية زي ما حصل تجاه الغاز، تجاه المية، تجاه الديون والمساعدات الخارجية، لن تفلح أي جهود مع الضغوط على الموارد البشرية للقضاء على مشكلة الزيادة السكانية في مصر. تمام. طب دكتور مصطفى جاويش، سريعا لأن ده يعني وقتنا تقريبا بينتهي، حضرتك شفت آراء الناس، حضرتك شفت الناس بتعمل إزاي مع الموضوع. كمان احنا عندنا مشكلة في مصر انه اغلب الاسر اللي بتنجب اكتر بتكون هي الاقل دخلا والاكثر فقرا، فبالتالي ده مش بيسمح لها انها تربي عيالهم بشكل جيد، مش بيسمح لها انها تعلمهم بشكل جيد، فبيكونوا عيب ربما على الدولة اكتر ما بيكونوا قيمة مضافة. هو الحقيقة ان المشكلة السكانية لها ثلاث محاور حضرتك تفضلت من غير تعميم طبعا، يعني احنا بنتكلم الجزء الاكبر، لانه في ناس فقراء كتير وبيعلموا اولادهم وبيعتموا بيهم، لكن احنا بنتكلم في القطاع الاكبر. يعني طبعا يا فندم، وده رجعنا لاصل الموضوع، احنا بنتكلم على مشكلة سكانية لها ثلاث محاور. محور زي ما تفضل الاستاذ عبد الحافظ ان عندنا زيادة سكانية لا تتناسب مع معدل النمو الاقتصادي، بالتالي الانسان مش هيحس بالتنميه اللي هو الاحساس بالوجود رقاء يعني. الحاجه الثانيه سوء توزيع السكان على مصر تشغل فقط حوالي 6% من المساحه قايله بالسكان. العنصر الثالث الاخطر هو سوء الخصائص البشريه والقصور في الخصائص البشريه. معنى ايه؟ عندنا التعليم في مصر متدني جدا، مصر حاليا خارج الاطار العالمي للمعايير التعليميه. أن 26% من المصريين حسب الإحصاء الأخير في 2017 لم يدخلوا مدارس نهائيا. عندنا مصر حسب تقرير الرفاه للصحة العالمية الأخير ضمن أسوأ 20 دولة والعراق على مستوى العالم في الرعاية الصحية. يبقى بالتالي عندنا تدني التعليم والصحة وانتشار البطالة، انتشار التعليم البطالي، هذه دي خصائص البشرية. هذه لب المشكلة. ليه؟ لأن عندنا في تقرير تعداد السكان عندنا 60% من قرى مصر محتاجين مدارس. عندنا الصرف الصحي 72% من قرى مصر بدون صرف صحي أصلا، بدي بتأثر على الحالة الصحية. هو ده دور خدمات الدولة الحقيقة، اللي هي القضية لها أكثر من شق. هذا قشرت الموضوع إن الأكثر فقرا والأكثر إنتاجا. أيوة، اللي هي الفكرة كلها ان الفقر عندنا في مصر حسب الجهاز المركزي وصل 8%، حسب بنك الدوله وصل 60%، والفقر ده مشكله الدوله. طبعا. مش التنميه الاقتصاديه يا فندم، هو زائد. انا بشكرك دكتور، شكرا جزيلا دكتور مصطفى جاويش وكيل وزاره الصحه السابق على هذه المشاركة. أيضا شكر الباحث الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، والشكر دائما لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. غدا بإذن الله حلقة جديدة من توقيت مصر، نراكم دائما بخير.